إذن نحييكم من هنا، يعني نحييكم من ولاية وجدور في مخيمات العزة والكرامة. معنا لا تنسوا مشاركة الرابط. إذن هناك كما تشاهدون هناك مجموعة من الصبيان وسهلا. هذا الصحراوي هذا. انتم ايش حالكم؟ لاباس. ياك لاباس. بخير. تتصور؟ ايه رانا في مباشر شفت؟ شفت رانا في اليوتيوب شفت؟ في اليوتيوب. ايه راه عينكم شفت. ايش قاعد معك قنواتك؟ ما تقرأوا اليوم؟ اليوم السبت. اليوم السبت ما تقرأوا؟ السبت الحد السبت الحد ما تقرأوا؟ الحد ما تقرأوا؟ مدارس هون كم مدرسة؟ خمس مدارس أربعة تربيات نسيت. راهم يسلموا عليكم الناس ما يكلم شيء كذا. أنتم من وين راكم؟ من وين راكم؟ من وين راكم؟ ها؟ تكلموا معاهم قولوا هذا دارهم قيس وردنا دارهم يتحروا ان شاء الله يتحروا خلي ورا دارهم يتحروا تصبروا لي وراي دكتور سيام خلي بابا وتلعبوا هون كورة هاي الكورة حق هاي الكورة شو هاي اسمك انت انا قاعد سالم انا سالم وانت سالم سالم وانت ولي وانت دحان عزيز عزيز هذا بشري بشري ايش تقرا انت ايش تقرا حيوها الناس وقولوا مشكورين اذا كما شاهدتم من خلال هذا الفيديو هذا اطفال صغار يلعبوا في مدارس هنا في مخيمات العزة والكرامة مع الاسف ماني مشاهد تعاليمكم شكرا والله شكرا شوائل منظر جميل جدا منظر جميل جدا شوفوا هذا المشهد
وشوائب. هذا الجمل إذن أنفت هذا الجمل، شوفوا أنفت هذا الجمل، شوفوا أنفت هذا الجمل، هي من أنفت الإنسان الصحراء. شوفوا هذا الجمل فهو من أنفة الإنسان الصحراوي. الإنسان الصحراوي عنده نفس الأنفة، ولذلك لا يقبل أبدا بالظلم، ولذلك فضل البقاء هنا في مخيمات العزة والكرامة كل هذه السنين. أنا شوفوا الآخر. هذا أيضا جمل. أنا راح أحييكم، يسلم عليكم. مرحبا وسهلا والله. نشاهد سيارات يعني تعبر بين الفينة والأخرى، سيارات تعبر المسان. تحياتي لك. أكدوا لنا إذا كانت الصورة جيدة، ممكن حد يأكد لنا إذا كانت الصورة جيدة. إذن هذه مخيمات العزة والكرامة. أكدوا لنا إذا كانت الصورة جيدة. صورة ممتازة. إذن هذا فقط يؤكد أنه التغطية الشبكة جيدة. شكرا. إذن هذه مخيمات العزة والكرامة. الرياح نعم شيء طبيعي، منطقة صحراوية، هذه منطقة صحراوية. شيء طبيعي تعود فيها الرياح. الصورة جيدة ولكن الصوت ضعيف. تعال تعال. أطفال شحالكم؟ ياك لباس. شوف قاع. شحالك؟ لباس. ياك لباس. اسمكم؟ اسمك أنت.
ها ما ادري سلم على الناس ترى انا معاهم والله مشغول مباشره ايه راح شفت شوف الناس مباشره راح شفت شوف مباشره سلم عليهم ايه وقول لهم انا راني فلان ولد فلان يلا اسمع اسمي حواد اسمي بشر اسمي يوسف هاي من هذا البلد من اسمه 27 ايه بوجدو ايه واحنا اليوم كم يوم اسم ايش من النهار السبت والله الجمعه السبت تعرف تاريخ 25 فبراير ايوه شفت راعي من الناس راهم يحيوك راهم يسلموا عليك مين راعيهم شفتهم يكتبوا تعاليقهم راعي مو راعي تعاليقهم شفتهم شفتهم راعي شفت راعي ايه تقراو تقراو انا نقرا هاي اقرا تقراو فاش في الروب ثالث قسم مدرسة لك ما تمنى تم قسم مدرسة باش تعود دكتور ان شاء الله عرفتني انا ولا ما انا في الفيسبوك عرفتك ها عرفتك وتلعب كره هون غاري كانكم ليت شفت انا في الدوار حارو المغرب حارو الارض ان شاء الله شافكم الناس راه شفت الناس راهم يسلموا عليكم ان شاء الله سلموا على الناس كامل يا غرق راهو سلم عليهم يلا سلم عليهم السلام عليكم احنا من ولاية بوجدور احنا من ولاية بوجدور سلموا عليكم سلموا عليكم وين رحتوا؟ عنا داغين نرجع لوطننا نرجع لوطننا صح وارضنا مرحبا غربية ناطر زمان ناطر زمان مشاركة الرابط بفضلكم مرحبا وسهلا معي سلام مرحبا وسهلا عليك لباس بخير مطري باس بخير احنا رانا مباشر على مباشر حق الله والله بخير هو سلم بكم ورا الله شحالكم ياك لباس بخير مطري باس بخير الحمد لله تومنا اهل المخيم هون اهل المخيم والله لك تبرك هندسه من مرق من الخيم شفت الصوره في المطار انا جيت والله 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 يعني والله 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 شفتها ان شاء الله
نحن في بث مباشر، خيرت بكم كاملين مع الأسف التعليق مع أشعة الشمس ما نشوف أقباله، لكن استغرب لماذا ما تلاقي كل لايف، يعني 320 شخص يتابعنا ومعنا لايكوا، بفضلكم اشتركوا بالقناة. الجمل حق والله الجمل رمز للإنسان للبيئة الصحراوية. كما تشاهدون هون يعني الناس عادة تبني منازل. نورت الجزائر، شكرا والله شكرا. الإنسان مضطر على أنه يتأقلم مع الظروف، لكن الشعب الصحراوي ما جايب، ما هم جايبين ديار ولا هم جايبين فيلات، وإنما جايبوا الاستقلال. هذا مشهد عام للايك من فضلكم، للايك من فضلكم. 142 لايك في مقابل 345 مشاهد ومشاهدة. إذن كل الحرية هنا، كل الحرية يعني التجول بحرية. الأطفال كما تشاهدون يعني يعيشون وضعا عاديا جدا. الشعب أو القول بأنه محتجز وأن المحتجزين لا أحد يحتجز الصحراوي، لا أحد يحتجز الصحراويين. الصحراويين يعيشون في وطنهم. إذن كيف شفتوا هذه الظروف يعيش فيها الإنسان الصحراوي؟ يعني يعيش في هذه الظروف ولكنه يعيش بحرية، يعني ما يعيش أبدا مقيد ولا مرغم على أن يعيش في هذا الوضع. والله أن هناك قوة تفرض عليه العيش في هذا الوضع، إنما هناك قوة الاستعمار هي التي تفرض على هذا الشعب صراحة هذا الوضع، فقط هذا الوضع على أنه
نشوفه هون يعني هناك مزيج بين ال طيبة من الجزائر العاصمة تحياتي. هذا منزل سمنتي. مرحبا، شحالكم؟ ياك لباس خير؟ لباس خير. ايوا شحالكم؟ بخير. رانا في مباشر في اليوتيوب. شفتوا راني مركب. شفت الناس كامل. بخير. اسم احمد بخير. انت من سكان المخيم هون؟ انا من سكان فرنسا. لان ماني باغي نبعد قبالها من الخيمه اللي انا فيه. شكون انت؟ اش من هذا؟ عنده. لا بعد باغي نقولوها في اللايف مباشره. اش من هذا؟ لا بيهم يقولوا عن كذا صحراويين محتجزين وانا عارف من ولاية سعيدة. تحياتي، مرحبا وسهلا. سعيدة 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 في الجزائر. من مصر سعدين. جاتكم صحاب ذو نهار؟ صحاب زينة. في الدار ريتك.
اسحاب شايفين عالم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. الحمد ايه. زين صحراء؟ لا بيت. ها؟ شك عن من صحراء؟ اشهر نادي سوبر اشهر نادي دخل انستغرام تشارك عربي عندي تيك توك وعندي اشهر فيسبوك وعندي اليوتيوب اشهر نادي بالصحراء الغربيه مناطق شنقال لان نادي المجد كان فيه من هذا خالد الحوت نادي المجد كتبوا نادي المجد الرياضي نادي المجد الرياضي بلاد مجدور من اللي يدربكم سبوت درب حق سبوت حق افضل مدربين على مستوى هاي صيدلية لان هون صيدلية هنا راعي العلم الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الان شو حقا هنا تدخلوا فين تدخلوا صالة الرياض هاي تدخلوا صيدلية لعد هون حد شارع التأمين ما شاء الله السلام عليكم مرحبا وسهلا هاي الصيدليه مرحبا وسهلا تفضل تشحالك ياك لباس بخير بخير ما شاء الله طري باس الحمد لله معك محمد راضي الليلي اهلا مرحبا بك والله بخير اسمح لنا رانا في مباشر في اليوتيوب ديرنا بعد يا مشكلة يا هو بين من مني بيك والله مرحبا وسهلا السلام عليكم شحالكم؟ ياك لباس؟ بخير؟ طال لباس؟ الحمد لله ما شاء الله السلام عليكم مرحبا لباس؟ بخير؟ الحمد لله ما شاء الله خلق كيف تحضر الناس؟ ايوه غير اطلبوا من الاذن بينا نصور شوي السلام عليكم
خلني نشوف اسمه. مرحبا سهل. خلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا سهل. نبغى نصور شوي. نبغى نصور كتاش تعدي من الأرض. على شفت مباشرة. السلام عليك الناس. شفت. 400 سول واحد. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا وسهلا. ايش حالك؟ بخير. كيف حالك؟ بخير ان شاء الله. بخير الحمد لله. رانك من مباشر معنا في اليوتيوب. مرحبا. كنا قاعدين نصور شوي لا الشغله بالشغله وفات راك فاهم الله يقول لا شيء زين. خلينا نصور شوي تو شوي تو. دعاد مسموح طبعا. انا اعرفك من نفسي نقال مراد اللي عارف اذا هون تعدل الخبز هون ما شفت نزل ما لا يطيب وجاء من شغلتي من فاي لا يطيب من عشره ايه هذا ضوء فرع ضوء ضوء وغاز وغاز الاثنين زين وتقريبا كم تبيعوا في النهار كم خبز اليوم؟ لا انا ما في مشكله لا كيف تتكلم عنها تعدد تقريبا 200 لا قلت 300 هي 280 300 تقريبا والناس تغني في الخيام ولا الناس باش انا باش خبز 400 دولار 400 زين مشكور حتى والله مرحبا وسهلا لا يوفقك شاب مرحبا وسهلا قلنا ايش نكتب باش نجيب الفيديو اكتب محمد الراضي لي السلام عليكم ترجعوا هل الصورة جيدة؟ حد يأكد أنها كانت صورة جيدة؟ السلام عليكم. أنا من الصحراوي. السلام عليكم. مرحبا وسهلا معك محمد الراضي اللي ميكول لا ما عاد ينبث ما شاء الله
الوالدين. ايوه. شوف. غير لا نقدر نشوفوا ياك مسموح انا. ها؟ توصف ياك ما في مشكلة توصف. ها؟ لك تغرى الناس حيوا. معانا تقريبا 500 ركاز شاهدوا معانا مباشرة. تو بغينا نجولوا في القاعدة. لأن جينا صدفة ل... جينا صدفة نشرح للناس طبعا نظهر لهم ياسر من الأمور اللي يكذبوا لهم هذا اللي يقول المخزن على كذا هاي قاعة هاي تعدل فيها اجتماعات و... قاعة اجتماعاتنا اسمها هاي القاعة قاعة دير 27 دير 27 قاعة اذا هون من العالم الوطني ياك مسموح والله ياك ما في مشكلة اذا هون شعارات قوة تصميم إرادة لفرض الاستقلال والسيادة والسيادة اذا هذا العلم العلم الوطني العلم الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اذا هذه الاعلام الوطنية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية و... يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح طبعا هاي الشعارات ترفع تضامنا مع كل الذين يرتقون من اجل حرية هذا الشعب الشعب الصحراوي هذه يافطة ايضا مكتوبة لها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية دائرة 27 فبراير وتصعيد القتال لطرد الاحتلال واستكمال السيادة نمشي ايه نمشي ان شاء الله يا وني بيك والله متقدر طلقوا له شيء ان شاء الله شو شو هانا رويد متقدر طلقوا له شيء الصورة جيدة من فضلكم أم لا؟ ما خالف حد أكد أنها كانت صورة جيدة والله بدي والله يمكن عد ما شفت أنا شو جيدة 5/5 شكرا ها؟ لك البيوت قدام زمن 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 الأول هيك طورت البنايات عاد الصحراويين شكرا لكم شكرا لا تنساوا لي لايك لا تنساوا لي لايك راهو تقريبا نصف المتابعين ما هم لايكين إذا نصفهم العياشة والمخازنية واحد يقول أنا مغربي أتمنى أن أسكن في المخيمات أحسن من السكن في المغرب. جيد جدا. لكن راهو يسكن في الريف. أنا قاعد قلنا المغرب حار. هذا المغربيين. تعال ملي. هذه ط هذا طحمة اللي في السحاب هاي التالية. إذن هنا في ولاية بوجدور حسب شهادة هذا النجيب هذا التلميذ النجيب إن شاء الله هذا الرجل يحيى إن شاء الله له عود صحراوي بطل إن شاء الله الناس ما تخلص الكهرباء يعني فواتير الكهرباء ما تخلص تحياتي تحياتي الكل السلام عليكم أنا مغربي ما
نتمنى اسكن في المخيمات. التحق التحق. إذن تجولنا في هون على المباشر. السلام عليكم. إذن هاي الظروف اللي يعيش فيها الإنسان الصحراوي. إذن هذا كامل بسبب الاحتلال المغربي. هذا كامل بسبب الاحتلال المغربي. هذا كامل بسبب التوسع اللي يقوم به نظام الاحتلال المغربي في أرض الصحراء الغربية. ما شاء الله نص ضيعته بس شفت شو قولهم بعدي يتابعون على الانستغرام. تابعون على الانستغرام يا غير خاصك تلعب لعب زين انت. يدخل يومك صفحتنا احنا على الانستغرام. يا زلمه كنت في الفيديوهات. محمد لا تتكلم تعال. هاي اقول لك يا عمي سينا ورا. هاي محمد هذاك اهله عندهم حاجه مجاري الواد محمد لباس. تكلم لهم خير لباس. تكلمنا على المجر الحمد لله تبيع فيه. ايش بيك لباس؟ نتوجه بكم اللي هي مقهى المخيم. الله يرحمه. ان شاء الله. هذا دار السلام. دار السلام. دار السلام. رجل ضيع. وهذا دار اهل وينو؟ التراب. منها جئنا وإليه سنعود. هاي دار أهل بوير بتهرين جال فوقير هالي يجي سير أحسنين أش من سرقة ما أخطعت بلد سرقة في كل بلد. إذن نحن نتجول معاكم في ولاية الدجور 27 فبراير سابقا. باساج المغبرة هي المغبرة. وين باب الباب اللي ما عنده باب؟ هي قديمة. السلام عليكم. أهالينا. السلام عليكم. مرحبا بكم. سهلا بيك وهلا والله. عندنا اهل الترابه. والله ما تحتاج ما شاء الله حالك بخير. يا اخي ما شاء الله كيف حالك؟ يا الخير بخير ما شاء الله. يا كلباس بخير. يا كلباس طري باس بخير. شنو نفسك؟ ايش صحتك؟ بخير بخير. يا كلباس ماشي مع الصبر طري باس بخير. مباشر ان شاء الله. السلام عليكم الناس سلام عليكم. مرحبا بكم من النصر ان شاء الله. ايوه ياسر من ياسر من الناس ما شاء الله في مداونة مع الشعب الصحراوي. قضيت والله والله تمت ولا قصرت دائما ما شاء الله. معنويات الحمد لله معنويات في السماء الحمد لله. yeah. والنصر قريب ان شاء الله يعود العام ان شاء الله. يلا افتتاح في هذا العام ان شاء الله. ان شاء الله يلا. مرحبا بيك وهلا مرحبا بيك مرحبا بيك وسهلا بيك وهلا مرحبا بيك في الفيسبوك. حقك حقك والله. مرحبا بيك وسهلا مرحبا بيك.
تقريبا هاي المقبره الوحيده هون خالق واحده ثانيه كانت واحده غير مره عاد بعيد شويه هذاك ديما سابقا كانت عند الولايه خالق هي هون دار نسلم عليك وزيني والله راني في ولايه بوجدور والله خدام وفيه ليلات الرجال مشروع اذا هذا مشروع يبدو انه معدل من طرف الامم المتحده المفوضيه الساميه لغوث اللاجئين وهذا الدانيش ريفيجي كونسل وهذه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وهذا المشروع كان في 2022 السلام عليكم مرحبا حالكم بخير ما تعطيني كلمة هون يا ويلي ما تعرف تتكلم ما عنك تتكلم لاباس او شنوتكم بخير الحمد لله بخير خير لاباس او شكون هاو المتابعين اللي معانا رانا في بث مباشر اشرح لي موضوعكم هون عندهم ياسر من المغالطات الحمد لله زين ان شاء الله معنويات معنويات الحمد لله عالي عالي الحمد لله محتفل الحمد لله بالاستقلال ان شاء الله استقلال ان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله زين جزاك الله خير والله مرحبا وسهلا والله ان شاء الله احنا نسوي ان شاء الله واجب والله واجب تضرت قصرغنا ايه قصوا هاو الشويهات افتارة ما يجبر البن المعس يجبر بعد يجبر منين منين عند الناس غير طريق قافلين بعيد طريق راه في المرسى اذا هون مجموعه من حضرك بيوت حضائر بيوت للغنم حواش صغير المخيم زين ما شاء الله المخيم زين ان شاء الله ما شاء الله شفت الصوره والصوت عابي عن بعض الرياح شوي شوي من الرياح شوي من الغنم نص من الغنم
كامله اللي شفتوه يعني. هاي ظروف صعبه كامله. جيد والله بدا الرياح بالتأكيد على انها شوش يا غير. رغم ذلك راني ما شفت عليكم كاملة صحراء غربية الاستقلال ان شاء الله. امين. جيد شكرا. اذا رانا دائما في هذه الجولة المباشرة بدون مقص بدون توضيب بدون اي شيء المباشر الحقيقه كما هي. تعال تعال اعطيني العب شويه. اعطيني العب كره معك بالو. المباشر دائما يبدا بالكامل. الصغير الصغير حيرا فقدنا اسمه فقدت الوعي فقدنا التسجيل. هذا الطفل الصغير انه مؤدب غال باسل شوي. ها باسل شوي نعتنا كيف تلعب الكره وايش كان الناس كان مصوتوا عليك من شفت الفيديو. برافو برافو. ما شاء الله ما شاء الله. برافو 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 برافو. شفت ما شاء الله. ان شاء الله ورا لي يعود عندنا المنتخب الوطني. شوف هذاك هذه ان شاء الله. اسمه سنفور. اسمه سنفور. ابدا اسمه يوسف. ايوه غير تعرفي عنه هو فكاهي. نقول ايه؟ احنا السنفور. تعرف عن السنفور شنو؟ ايه؟ سنافر ذوك الصغير. مرحبا. هو ذاك يبغي يعود غني الراب. ايه ايه. حق. ان شاء الله.
فقرس فقرس السنفور هو هنقل هوني يا شو الحيوانات حق هوني ياك حق فتخط عليهم حق بعد نعتهم نعتهم حق بعد مشكورين حتى والله هاي وتدرس بس كذا هذا لك شيء خاص هذا الاسبوع مشكورين والله يمشوا معي والله الحمد لله مرحبا ايش حالك ما صحة بخير ياك لباس ما شاء الله ايش حالك انت ياك لباس الحمد لله بخير ما شاء الله مطري باس بارك الله شنبتك يا ربي حامدين بخير ما شاء الله مطري باس الحمد لله يا ربي حامدين او شنبتكم هون في المخيم لباس حامدين ولا لباس والله حامدين ها يا ربي حامدين شنبت المعنويات المعنويات اللهم من حسخه من 1975 إلى الآن ما تغير ما تغير فيهم شيء زين زين ما والو احنا ما أثر فيهم طول الجولة والو احنا احنا معنوياتنا ما تغير وإرادتنا مرتبطة مع مصيرنا هذا مرتبطة مع مصيرنا الحمد لله ولا الاستقلال إن شاء الله إن شاء الله وشنو ثاني أنا جيت هون قضيت شبابي كم فوت هون؟ ايه؟ كم فوت؟ من 1975 إلى يومنا إلى الآن أنا ما نحرك من أيه. إلى ما مصير إذا هو إذا استغلال استغلال إن شاء الله ورحمة إذا رد مولانا بإذن الله تعالى والرجوع للوطن وجمع الشمل إن شاء الله ورحمة إحنا وجميع الصحراويين الله يالله حمدين يا ربي حمدين الله ما عندنا ما هو ما عندنا حمدين مولانا ما هو الإرادة اللي انطلقنا بها وكلمة الجبهة الشعبية لتحرير السقلية والحمراء والذهب لا رجعت فيها هذه لا رجعت فيها زين زين والله أنا من زين زين أنا من الشباب حمد مولانا اللي عشته منطلق من أرضي درايغني الغزو طلق من العيون منطلق من العيون خلاقة فيها ونحب الليل اسمح لي فقط نعت الناس وعي هاي سيارة في اسعاف نوصل هاي سيارة في اسعاف هذه راعي توقفون هي ايه توقفون هذه هاي سيارة اسعاف معطية اعتقد معطية مساعدة من من اسبانيا اي حامدين مولانا يا ربي حامدين وهون صحة الناس شفت شوي لا صحتها زين صحتها زين صحتها زين حمد المولى اه حمد المولى نعيش بكرامة يا ربي حمد الخدمات الطب هون شفت خدمات الطب هون طيب زين زين زينة ايه زينة زينة حمد المولى ما فيها
نقص لك هو ايه زين زين جزاك الله خير جزاك الله خير بخير ترى اسمح لي والله ذيك وهلا والله ذيك وهلا والله ذيك وهلا انا لا لا معك فب هال هي هي ما جيتك اليوم بكري هنا عرف حاج قلنا هون يا سلم خطه يا شباب مرحبا مرحبا سهلا يلا زين زين هذاك اللي ينكسر عليه بس نكمل خليكم ان شاء الله مشكور حتى بسيتوا الرياضي في الشاشة ان شاء الله مش راح معاك في الطابة لان تعود كيف ميسي والله ايوه ايوه ان شاء الله ايوه ايوه ان شاء الله بعد الله بيك ورا الله شحالك مع الصحه بخير ما شاء الله شنبتك بخير طريب بس بخير طريب بس راهم معانا الناس يشاهدوك مباشره عاد يده حيله ثلاث شحال بخير ما شاء الله شحالك تفضح انا تعدى على مناسبة ها الله يكرمك بخير ان شاء الله ترزيت لاصحاب والله تفضل تعرفك على العائله والله 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 غرني مباشر ياك ما يعود حرس مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بيك وهلا والله بيك وهلا والله ما شاء الله شحالكم ياك لباس ياك خير طربي اسيب وهلا والله ان شاء الله اجمعين ان شاء الله بيك وهلا والله السلام عليكم بيكم وهلا والله بيكم وهلا والله بيكم وهلا والله شحالكم ياك لباس بخير شحالكم ياك لباس ياك الخير مطري باس بخير صحه لباس بخير بيكم وهلا مطري باس بخير صحة لباس بخير الحمد لله ما طري باس ما شاء الله يا وش حالكم يا والله يصبرك ان شاء الله امين يا مولانا الله يصبرك ان شاء الله الله يصبرك الله يصبرك ان شاء الله ان شاء الله طري باس يا والله خلاص ان شاء الله يا وش نتكم ما شاء الله ما يوقف هاي طق شاء الله والله 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 يبارك والله والله يبارك 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 مرحبا ما شاء الله شنتكم تون بخير الحمد لله مرحبا الله يسلمك كيف العائله والله اللي بخير ارسلت لك الحمد لله حق حق تشوف الفيديوهات هون والله لا نعم حق عن سلي لك ذاك من الله يعلم يا سلام فضل مولا ايه بخير طلع
والله 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 اللي كانت ميدل اللي هوك في المنطقة لا صديقي شوف بطل المهم منين تعود باغ منين تعود باغ حاب بعد تناقش تستسهل أنا راه عندها بعد خايف والله 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 لا لا قال لها الصحراوية كاملة آمين إن شاء الله إن شاء الله هنا إذا بتصنع شلو حق إذا تصنع أنا شلو ما إذا بتصنع حق هي حق على الخارج من سبعة من سبعة أشي ما الله الأصل هو الحق الأصل هو بعد ما خلاص ما نسوي ما هذا على الكفر ما نجيك إلا قال إذن أشكر لكم هاي التغطية إن شاء الله نعود معكم في تغطيات أخرى مرحبا وسهلا والله